صباح الخير، برحب بيكم وحلقة جديدة من بيت الترانيم، ووعد جديد هنتعلم عنه أكتر النهاردة. لو واحد قالك إنه عمره ما غضب في حياته وعمره ما انفعل وإن هو دايما هادي جدا، تأكد إن هو ما بيقولش الحقيقة، لأن كلنا كبشر بنتعرض لمواقف كتير قوي بننفعل فيها. لكن الفرق ما بيننا وما بين الناس بتوع العالم إنه الناس التانية لما بتغلط بتغضب وبتنفعل جدا وبتلفظ ألفاظ مش كويسة، وقد تتطور الأمر إن هو يمد إيده رجله يزعق يعمل أي حاجة. لكن الإنسان المؤمن بيغضب ولكن لا يخطئ. هو ده بقى الفرق بيننا وبين الناس التانية. الغضب مشاعر إنسانية طبيعية جدا، طبيعي جدا إن أنت لما بيحصل موقف بتتفاعل معاه بمشاعرك وبتبتدي تتضايق وبتبتدي تتنرفز وبتبتدي تتعصب. لكن عند الموقف ده لازم تعرف كويس قوي إنه مش من حقك إنك تتطاول عليه. يعني اغضب، عبر عن نفسك بمشاعرك العادية جدا، لكن ما ينفعش تشتمه، ما ينفعش تهينه، ما ينفعش تنتقده نقد سلبي، وما ينفعش انك تجرح مشاعره. هو ده بقى الفرق ما بيننا وما بين الناس بتوع العالم، انه احنا من حقنا نغلط نغضب، ولكن مش من حقنا ان احنا نغلط. التطور بتاع مشاعر الغضب بيكون كالآتي: مشاعر سريعة الانتشار من القلب للعقل، وبعد كده بتبتدي تظهر على الوش، وبعد كده يبتدي اللسان يقول كلام قد يكون كلام كويس وقد يكون كلام جارح. عشان كده الإنسان المؤمن لازم ياخد مع نفسه بعض اللحظات عشان يقدر يمسك نفسه كويس قوي ويتفاعل مع مشاعره علشان لسانه ما ينطقش بكلام غلط. هو ده بقى الفرق ما بيننا وما بين الناس بتوع العالم، ان احنا بناخد اللحظات دي نسيطر على مشاعرنا ونبتدي نفكر كويس قوي. الانسان اللي قدامي ده اللي انا زعلان منه متضايق منه مهم قوي بالنسبة لي، ممكن يكون ابني، ممكن انا اكون بتناقش معاه في موضوع مهم قوي وتنرفزت جدا واتضايقت جدا، بس ما ينفعش الفظ لفظ جارح يأذي مشاعره. ممكن يكون رئيسي في العمل، ممكن واحنا بنتناقش في حاجة مهمة جدا ابص الاقي ان هو انفعل جدا اقوم انا كمان انفعل. في الوقت ده لازم اخد لحظات تفصل ما بين المشاعر اللي جوايا وما بين رد فعلي وما بين الكلام اللي هيبتدي اللسان يقوله، لأنه إحنا المفروض كل كلمة بتطلع من بقنا بتعبر عن اللي جوانا، بتقول إحنا فعلا مننتمي إلى أي إله. هل مننتمي إلى إله صالح ولا إلى إله الغضب؟ في كولوسي 13 في كولوسي 3:8 الكتاب بيقول: انزعوا عنكم الخطايا دي، الغضب، السخط، النقمة، الخبث، كل تي خطايا مش كويسة بتقول انه الانسان دوت اللي بيتميز بهدوء الاعصاب وصل لانه ممكن اقول عليه انسان مؤمن. لكن قبل كده وهو لسه بيمارس العادات الغلط دي يبقى هو لسه في طريقه لانه يكون انسان مؤمن. عايز اقول لكم النهاردة انه مهم جدا 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 نتحكم في مشاعرنا وقت العصبية والنرفزة، لان كلنا بنمر باوقات بتبقى صعبة قوي قاسية جدا ولازم ناخد فيها قرار وبسرعة قوي. لو اخدت قرار انك تشتم الشخص اللي قدامك فانت كده فقدت السيطرة على نفسك، لكن لو اخدت قرار ان انت تهدي وتسيطر على أعصابك وبعد كده تبتدي ترد عليه يبقى أنت كده فعلا زي ما الإنسان المؤمن بيعمل، اغضبه ولا تخطئه. أول ترنيمة معانا النهاردة بتقول: يا رب أنت غيرت كل حياتي، أنت بحب عجيب في السماء بتديني مكان، أنا ما استحقش المكان ده، لكن أنا يا رب النهاردة بدرب نفسي علشان أكون فعلا زي ما أنت عايز مش زي ما أنا عايز. تعالوا نسمع أول ترنيمة وبعد كده نرجع نشوف إيه مشاكل الغضب. غيرت حياتي بحب عجيب ومعاك في سماك بقى لي نصيب. Thank you.
حياتي انت امرها بالخير من جودك، بالخير من جودك غيرت حياتي بحب عجيب، ومعاك في سماك بقى ليا نصيب، غيرت حياتي بحب عجيب، ومعاك في سماك بقى ليا نصيب. عايزة أشارككم بقصة فرقت معايا قوي. القصة دي بتحكي عن أب كان دايما يحب قوي يلعب مع ابنه الصغير، وفي يوم من الأيام وهو بيدور عليه عشان يلعب معاه لقاه تحت في الجنينة، فقال أنا هنزل ألعب مع ابني شوية. ولما نزل لقى ابنه ماسك مسمار وبيشخبط بالمسمار دوت على العربية، فالأب اتضايق جدا واتنرفز قوي وتعصب جدا لدرجة ان هو راح مسك ابنه وراح ضربه جامد على ايده وقال له اللي انت بتعمله ده غلط، ازاي بالمسمار تمسك المسمار وتشخبط على العربية بالمنظر ده، ازاي تعمل حاجة زي كده. الولد قاعد يبكي يبكي يبكي، والأب كان بيضربه جامد جدا. الأب في لحظات الغضب ما قدرش يسيطر على نفسه، ما قدرش يشوف ابنه الصغير وهو بيرسم على العربية بالمسمار وبيكحت في العربية وبيبوظ العربية. لما الأب انفعل قوي وضرب ابنه جامد للأسف كسر له دراعه لأنه الولد كان صغير، فجري بيه على المستشفى وقعد يطبطب عليه ويقول له انا اسف يا حبيبي انا اسف، وقعد يطبطب عليه. ولما راح المستشفى اكتشفوا انه دراعه اتكسر، فهما بيجبسوا الدراع بتاع الطفل الصغير دوت الاب حزن ونزل علشان يبص على العربيه. بينه وبين نفسه كان عايز يقارن، هل العربيه اهم ولا دراع ابني؟ هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ ولما نزل للعربية لقى انه ابنه كان بيكتب على العربية انا بحبك قوي يا بابا. الولد كان بيعبر عن محبته للبابا بالطريقة اللي هو شايف ان هي صح، بس الاب للأسف لما انفعل وغضب جامد جدا عبر عن غضبه بطريقة سلبية، وللأسف الأب دوت بيقول أنا مش ممكن أبدا كنت هسامح نفسي لو كان ابني جراله حاجة. صحيح دراعه كسر وصحيح هو كان متضايق وزعلان جدا من نفسه، بس حس إن ده كان درس مهم جدا عشان يقدر يتفاعل مع غضبه والمشاعر اللي كانت بتمر بيه. المثال الأعلى لينا هو دايما الله. الله هو دايما مثلي الأعلى، عشان كده في الكتاب المقدس بيقول إنه الله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان. الله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب، كلمة بطيء الغضب دي يعني حتى لو بيغضب بس بيبقى دايما بطيء الغضب، يعني أنا كمان لازم أكون غضبي ده مش انفعالي سريع ورد فعلي دايما سريع وغلط، لكن لازم دايما أخد بالي إنه كل خطوات حياتي وردود فعلي تجاه المواقف المختلفة لازم تكون إيه؟ بتراوي. والتراوي والهدوء دوت ما بيجيش مرة واحدة، عايز تدريب مستمر. إذا أنا من النهاردة لازم أفكر إزاي أقدر أدرب نفسي علشان أكون بطيء الغضب، إزاي أقدر أتفاعل مع مشاعري علشان كل موقف أتعرض لي أخد لحظات أفكر وابتدي أقرر هل الإنسان اللي قدامي ده مهم ولا مش مهم،
لو الانسان ده مهم فعلا انا هلاقي 100 طريقه علشان ما اخسرش الراجل دوت او ما اخسرش الشخص دوت او ما اخسرش البني ادم المهم جدا بالنسبه لي دوت. عشان كده الانسان المؤمن حياته دايما في رحله تدريب، انا بدرب نفسي ازاي اكون انسان مؤمن اقدر اقابل ربنا. النهارده الوعد بتاعنا انه كل ما نكون بنتحكم في نفسينا اكتر هنوصل زي ما الله عايز، وهنوصل زي ما هو المثل الاعلى بتاعي بطيء الغضب. الترنيمة بتاعتنا دلوقتي بتقول أيها السيد لا يعثر عليك أمر، في المشورة أنت الحكيم، أنت صنعت السماوات. يا رب أنت قوتك عظيمة جدا، أنت تقدر تغير كل حاجة، غير من نفسي، خليني أعرف إزاي أكون بطيء الغضب زيك أنت يا رب. تعالوا نسمع مع بعض الترنيمة دي. صنعت السماوات والأرض وما فيها، أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة، لا يعثر عليك أمر، لا يعثر عليك أمر، يا القادر في المشورة أنت الحكيم. السماوات والأرض وما فيها، أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة، لا يعثر عليك أمر، لا يعثر عليك أمر، يا القادر في المشورة أنت الحكيم. صنعت السماوات والأرض وما فيها، أيها السيد قوتك عظيمة ويمينك قادرة، لا يعثر عليك أمر، لا يعثر عليك أمر، يا القادر في المشورة رسالة الرسول بولس لأهل أفسس وأصحاح 4 عدد 26 بيقول اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم. الفرق بيني بقى وما بين الناس التانية إن أنا فعلا هتحكم في نفسي علشان ما يوصلش غضبي أبدا لنهاية اليوم. الرسالة دي جميلة جدا لكل واحد فينا، لأن كلنا بنغلط وكلنا بنغضب وكلنا بنتضايق وبننفعل جدا في أمور مختلفة. تخيلوا مثلا واحد راجل ومراته بيتناقشوا في موضوع مهم وتنرفزوا وتعصبوا هما الاتنين. في حل من الاتنين،
يا إما الاتنين هيحافظوا على مشاعر بعض ويتحكموا في مشاعرهم من غير ما يأذوا الطرف الآخر، يا إما صوتهم هيعلى وهيبتدوا يتنرفزوا ويلفظوا ألفاظ مش كويسة، وده هيأثر على علاقتهم ببعض كزوج وزوجة. إذن أنا هنا بقرر، هل أنا الشخص دوت فعلا عايز أهتم بيه وحافظ عليه ولا لأ؟ لو غضبت، لو اتنرفزت، لو انفعلت، أنا محلتش المشكلة، بالعكس أنا كده بخلي العلاقات بيني وبين الشخص اللي قدامي بتسوء أكتر وأكتر. عشان كده الحل الأول هو أن أنا لازم أفكر أنه الشخص اللي قدامي ده مهم جدا، وأن أنا مش هخسره عشان خاطر الحوار اللي بيننا. نمرة 2، لازم أفكر أن الحوار اللي بيننا لازم يكون حوار إيجابي، يعني مفيش مانع أن أنا أنفعل أو أعترض على حاجة معينة، لكن ما ينفعش أن أنا أهين الشخص اللي قدامي أو ألفظ ألفاظ غير لائقة وأتصرف تصرف غير كويس. في الحالة دي بقى أنا لازم أقف وحط كده قدام عيني أمور مهمة قوي، الشخص اللي قدامي دوت مهم قوي، والإله اللي أنا بعبده أهم. كل كلمة بتخرج من بقي بتقول أنا بعبد أنهي إله. عشان كده لو غضبت ما ينفعش تغلط، وعشان كده خد وقتك زي ما انت عايز في ان انت تهدى تتحكم في مشاعرك وتبتدي تاخد رد فعل مختلف. اهم شيء اللي احنا عايزين نتدرب عليه انه بقدر الامكان اتحكم في تصرفاتك وفي افعالك وفي كلامك، علشان ما توصلش ان انت تتخانق مع الشخص اللي قدامك وتخسره. وحاجة حلوة قوي بشجعكم عليها ان انتوا ما توصلوش الموضوع لغاية اخر اليوم، بالعكس حلو ان احنا نشجع بعض ان احنا نحل كل مشاكلنا بسرعة. الحل اللي انا شايفاه حلو قوي يعني ومناسب جدا موجود في امثال 15:1، بيقول الجواب اللين يصرف الغضب. الجواب اللين يعني أنا ممكن أجاوب على الشخص اللي قدامي وأخلي الحوار ياخد شكل جديد مختلف، بأن أنا أتحكم في أعصابي، أبقى هادية قوي وبرد رد بهدوء، رد لطيف، رد هادي، رد فعلا لما الشخص اللي قدامي يشوف نبرة صوتي اختلفت يبتدي هو كمان يهدى، ويبتدي هو كمان يفكر في حل تاني للمشكلة، ويبتدي يقول فعلا الموضوع ما كانش كبير قوي كده، ما كانش يستحق الانفعال الشديد اللي احنا كنا فيه. عشان كده دايما افتكروا انه الهدوء والصوت الحلو والتحكم في الأعصاب بيجيب نتيجة حلوة قوي. الترنيمة الأخيرة بتاعتنا النهاردة بتقول إن أنا بغني بين الناس إنه أنا ليا إله عظيم جدا، الإله ده اترأف علي لأنه إله رحيم، إله فعلا بيستحق كل عبادة وتمجيد. تعالوا نسمع آخر ترنيمة مع بعض. سامحني رغم اني عوضت المستقيم وما حصدك ذنوبي وماضي الاثيم، سامحني رغم اني عوضت المستقيم ما حصدك ذنوبي وماضي الاثيم. بغني بين الناس انا ليا اله عظيم، وبغني بين أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس ليا إله عظيم. أنقذني من الهوى
إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم. أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم وجدت أنا فدية في دمه الكريم. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفاطيم. اترائف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفاطيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. من حوله أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع مني الصلاة والترنيم. من حوله أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع مني الصلاة والترنيم. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. بغني بين أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس ليا إله عظيم. أنا ليا إله بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. اتفقنا إن الغضب مشاعر إنسانية طبيعية جدا موجودة عند كل الناس، لكن تطور الغضب عند الشخص غير المؤمن بيخليه إنسان جاهل، إنسان أحمق، وإنسان بيهيج الخصومة. لكن الإنسان المؤمن بيتحكم في مشاعره، بيتحكم في أعصابه، ولا يلفظ أي لفظ بذيء. بالعكس، إنسان دايما بيتحكم في مشاعره، بياخد وقته علشان الشخص اللي قدامه مهم جدا وبيحبه ومش عايز يخسره. عايز أقول لكم إنه الإنسان اللي بيفقد سيطرته على نفسه ده بيتطور لحاجات كتيرة جدا، غير انه بيخسر الناس اللي قدامه، بيخسر اقرب الناس ليه في عيلته. واحنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نكسب ناس اكتر لله، عايزين نوريهم انه الله حلو قوي بطيء الغضب. هو ده الوعد بتاعنا النهاردة، عايزاكم تفتكروا دايما انه الجواب اللين يصرف الغضب، واوعوا في اي وقت الشمس تغرب على غيظكم. كنت مبسوطة معاكم النهاردة، عايزاكم تروحوا تشاركوا الوعد دوت مع كل الناس اللي تعرفوهم، شجعوهم انهم يعرفوا ازاي يتحكموا في نفسهم ويتحكموا في اعصابهم وما يرفضوش غير الالفاظ الكويسة. لو عندك اي اختبار حابب انك تشارك بيه ابعته لنا على الايميل، واحنا هنشارك بيه اكبر عدد ممكن من الناس. ربنا معاكم ويساعدكم تتحكموا في اعصابكم وفي غضبكم وتكونوا انسان مؤمنين دايما. اشوفكم بكرة ووعد جديد.